هاي منطقة الطبو النخيلة، هذا وضعها، هذا وضع طلابها وأطفال. هاي منطقة أجمل محافظ، أفضل محافظ سنة 2021. لله المشتكى. القرن 21 منطقة محافظة تصدر 3 ملايين برميل، وهذا واقعها. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدية حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم للمشاركة اللي عايش داخل العراق من زاخو حتى الفاو، من شرق العراق إلى غرب العراق. تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذن الأرقام الاثنين تشوفوها أسفل الشاشة هنا. أما من يعيش في دول المهجر أو الأشقاء العرب يقدرون يتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. فعندكم أربع أرقام للاتصال، ذني الاثنين الدوليات وعندنا رقمين للداخل. أما من لم يستطع أن يتصل بينا أو ما حالف الحظ أن يدق علينا ويحصلنا، ومن سوء حظنا أنه ما راح نسمع صوته، عنده إمكانية أخرى للتواصل مع قناة الرافدين عبر هذا الرقم. هذا الرقم مخصص للرسائل، أرجع وأكرر، هذا الرقم مخصص للرسائل ومكتوبة هنا. يعني ما حصلتنا هناك، هذا الرقم ما مخصص للاتصال بحيث أنت تسجله يمك وتدق علينا وتريد تشارك وتزعل علينا وتقول ليش ما تجاوبوني لما أدق عليكم، لأنه رقم الواتساب صدقني يا أخوي العزيز ما يدق يمي وما أقدر أستقبله كاتصال بالبرنامج. أما الفيديو اللي شفتوه في بداية الحلقة وهو موضوعي، مقطع يظهر معاناة الطلاب بالذهاب إلى مدارسهم بسبب سوء الشوارع نتيجة سقوط الأمطار. طبعاً إحنا من 2003 إلى اليوم، أو تحديداً من 2006 إلى يومنا هذا، لما تمطر الدنيا بغداد وباقي المحافظات العراقية عندهم مصيبة. الأمطار والغيث أدى العالم كله خير، لما تمطر الدنيا ينبلد يفرحون لأنه راح يزيد مخزونهم المائي، راح تملي السدود مالتهم، فراح يصير عندهم مخزون يكفيهم في فصل الصيف. لكن بالعراق لما تمطر الدنيا الناس عندها مصيبة. ليش عندها مصيبة الناس؟ لأنه المطر بالعراق راح يفيض الدنيا، لأنه شبكة الصرف الصحي بين قوسين عذرا عن الكلمة المجاري العراقية قديمة متهالكة ما سوولها صيانة من 2003 لليوم. فلما تمطر الدنيا ما تقدر تصرف مياه الأمطار، الشيء اللي خليها تفيض، ومن تفيض تسوي طين وتطب على بيوت، تخرب المواد الكهربائية والأجهزة المنزلية والأثاث، ومع ذلك تقطع أواصر المدينة أو المنطقة. فالفيديو اللي شفتوه للبنات والطلاب والولد اللي يمشون بالشارع بالطين، هاي معاناتهم اليومية حتى يروحون إلى مدارسهم. هذا الفيديو اللي شفتوه بمنطقة الطوبة والنخلية بالبصرة، وأكو يعني مشاكل أخرى تصير نتيجة تساقط الأمطار وأيضا نتيجة الإهمال الحكومي. يعني مثلا مواطن بصري شكى من انهيار أجزاء من جسر القزيزة في البصرة رغم مناشدات الأهالي لصيانته، لكن ماكو أي استجابة من قبل دائرة الطرق والجسور المحلية في المحافظة أو المركزية في الحكومة في بغداد اللي تعتبر نفسها حكومة عراقية. إضافة إلى ذلك قضية معاناة الطلاب بالشوارع ووصولهم إلى المدارس، يوصلنا إلى حال الطلاب العراقيين بالمدارس. فشفتهم يمشون بالطين، شفتهم يعبرون على حافة جسر منهار وبتيغة صغيرة متشلبين بالسياج، وإذا وقع السياج احتمال الطفل يوقع ويجر المي ويروح لا سمح الله. إذن إضافة إلى هاي المعاناة عندهم معاناة داخلية داخل مدارسهم بأنفسها. يعني اليوم لما نقرأ الأخبار ونعرف معاناة المدارس العراقية راح تلقون بها هواية بلاوي، من ضمنها أنه أكو مشكلة في قضية بناء المدارس.
أنا قبل حلقة أو حلقتين قلت المواطن العراقي اليوم وضع نفسه في مكان الحكومة، بحيث أصبح المواطن العراقي هو الرقيب واللي طالب بإقالة، قبل حلقتين يمكن، بإقالة مسؤول أو بإقالة فاسد أو بإقالة شخص ذو منصب لكن ما دا يؤدي واجبه. واليوم مثلاً بمحافظة بابل أهالي قضاء القاسم نظموا حملة تطوعية لبناء مدارس جديدة عبر جمع تبرعات لسد النقص الحاد في عدد المدارس بالقضاء. يعني وصل الحال بالأهالي في قضاء القاسم أنه يعرفون الحكومة بعد ما لها علاقة شايلة إيديها من هالموضوع، قال لك يا بخلي نلم نفسنا ونقعد نلم بيناتنا، يعني يسوون جمعية، يسوون سلفة، تبرعات خيرية. يعني بالعربي الشعب العراقي أو المواطن العراقي بقضاء القاسم هسه دا يصرف على الحكومة، لأنه دا يلم تبرعات دا يبني مدارس، على الرغم أنه هذا العمل لازم الحكومة هي اللي تسويه. ليش الحكومة ما دا تسويه؟ لأنه قاموا يسوون مدارس كرفانية اللي احترقت واحدة من عندهم. عندنا اتصال؟ ألو، أبو حسين من واسط، حياك الله أبو حسين. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك أستاذي؟ شلون صحتك؟ هلا بيك يا الغالي. أولاً أنا أشكرك على هذا البرنامج وعلى هذه المبادرة الحلوة الطيبة. حياك الله أخويا. الله يستر عليك، يرحم بيك، الله يرضك. عيوني بالخصوص، إحنا عندي موضوع والله بخصوص السجناء إذا تسمح لي. نعم. عدي يا أخويا والله مظلوم، يعني سجن التاجي انظلم والله، حكم انظلم، يظلم الحكم، يظلم الغاضي، يعني لمن نشكي بعد؟ يعني غضاءات مثل ما تقول ارتشت. نعم. زين شو نسوي بعد احنا؟ وين نروح ما ندري. وضعية يا أخو يعني سايق لوري، سايق تريلة، وكلكم تعرفون أبو التريلة. نعم. شايفينه بالشارع وبهالحار وبهالبرد، يعني هو لازم الشارع. يعني يا دوب يجيب له يطلع لعشر تيام سبع تيام يا دوب يجيب له 100,000 جهالة يعيشون بيها. لكن يعني العام حمل، ولو تسمح لي، العام حمل من سليمانية. ألو ألو، وياك أسمعك أخوي. أقول لك العام حمل من سليمانية دهن دهن محرك من معمل، من معمل أهلي، والمعمل مجال. نعم. إذا تسمح لي، إجا كذوب بالدوز، بالدوز صلاح الدين حولوه على الجمارك مال البي جي، وردوا رد حكم الغاضي مال سيد حمد الله، المحكمة مال سيد حمد الله، احكمه 6 أشهر سجن. نعم. تسمعني؟ احكمه 6 أشهر سجن. السيارة والحمل مصادرة. نعم. كلها روينا بها هاي، كلها روينا بها، وفوقها 99 غرامة عالية. نعم. 99 مليون غرامة. ألو ألو ألو، وياك أقول لك هاي كلها رؤية فوقها 99 مليون غرامة. ليه شنو وجهها سهل؟ هو سهل يعني عدوب يجيب له 100,000 دينار، يعني 99 مليون شنو وجهها؟ بس إذا فهم الناشد من على هذا الموضوع، على هذا الظلم اللي وصل بينا هيجي. ليش يعني هيجي؟ يعني هو سائق لو عنده 100 مليون يطلع بربك، انا عارفك انت الشريف الطاهر الطيب. يعني هو سائق لو عنده هيك مبالغ يطلع سائق يصير سائق تريلا؟ نعم. زين احنا ناشدكم وناشدكم انتم طيبين. نعم. وانتم الشرفاء، اريدكم تحلون لنا مشكله سجن التاجي. نعم. السجن نعم. يعني اولا ضكي عليهم، اولا صرف زايد فلوس، يعني والله ما عنده، يعني حتى ما عنده جاي عالم ساعتهم ودز الجهاله. زين ونطلب المروه من عندكم، اريدكم تناجدونا الغابات، تناجدونا السجناء، تناجدونا يعني كل شريف بالحكومه بالشعب، والله مظلومين ماتت بالسجون، نجبت بيوتهم، يعني والله حتى عنده بنيات ومره عنده يعني ماكو حتى لقمه عيش ما عندهم، يعني هو معينهم وراح للسجن وغرامه 100 مليون، زين 100 من السحله؟ راح يقول بالسجن لو تدمع المية لو ما يطلع. وهو سائق عند العالم، عند غيرك وعنده. زين. نعم. احنا نريدكم توصلوا صوتنا، والله يستر عليكم جاه الحبيب محمد.
نعم نعم نعم. شكرا 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 لك ابو حسين. ابو حيدر من صلاح الدين، حياك الله يا ابو حيدر. شلونك خي؟ شلونك امورك؟ هلا بيك يا الغالي. الو الو اسمع. انا امور الاحوال نعمه ان شاء الله انتم بخير. شلونك عمي؟ الله يسلمك عمي. نعم. اني من صلاح الدين عمي، هو المطر كتلنا يا عمي بالمخيمات مال عربد. نعم. من ناحية تدرب. نعم. وعمي انظروا على حالنا، تباعوا علينا، عوضونا، نريد نرجع على بويتاتنا، المطر كتلنا يا خي. نعم. خلي ينظروا الكاظمي علينا يا خي، يا عيني يا قلبي. نعم. كتلنا المطر يا قلبي، أذان البريد، ومحد الحكومة تباعوا علينا، مخيم عربد السيمانية. وانظروا على حالنا، وكتلنا البرد ولاكو نفوط، وكتلنا وهل هلا بينا، عوضونا نرجع لبيوتاتنا، نرجع علينا اللي بحسن لنا يا عيني. يا قلبي يا عيني. نعم نعم. والله كتلنا البرد يا عيني. خلى الكاظم ينظر على حالنا، اتباوا علينا، كتلنا البرد يا قلبي. الله ان شاء الله يوفقك، وصل صوتنا للكاظمي، وصل صوتنا للكاظمي ان شاء الله يوفقك، ووفق جهالك وعائلتك ان شاء الله من كل مكروه. كتلنا البريد كاظمي، صار 8 سنين كتلنا، عوضونا، خلي يعوضنا الكاظمي، خلي نرجع على بيوتاتنا نبناهن ونقعد نبناهن كل واحد غرفتين ويستقر، مكافاه راح الحلال مالنا، بساتين وسياراتنا كلها راح، كل التفرهد، لا ضرب ويت، لا سيارة، لا بستان، ليش عمر ما إراد يعاني. وانت انت بالقيرة، انت بالقيرة. نعم. واني وصل صوتي للكاظمي، كافة عوائل 20 عائلة بالمخيم مال عربد، الناس التباشة، لا مدرسة، لا شيء، لا مستقبل، مستقبل الجهال راح من المدارس، الخطيه وثامه برقبه الكاظمي مصطفى الكاظمي، ينظر على حالنا يا خي. كتلنا البريد بس احنا خاسين، عندنا قريفه ما ترتين، والخيم مدخول علينا مي، ولا الجهال يتراجفون، حاوبتنا على اليمن، ما تقول لي ظلينا انتهينا. ناشيد انت ابو القيره، انت ابو القيره، وانت صوره الرحم بقلبك يا عيني يا قلبي يا قلب. انتهينا، كافة العوائل قامت تبكي، 2000 عائلة بالمخيم مال عربد عايشي، عوائل أم ضمت وراحة مالها وحلالها وبساتينها، ليش يا خي؟ احنا انت ابو القيرة، وان شاء الله يرحمك ويرحم جهالك. نعم سمعوك ان شاء الله، سمعوك كاظمي، سمعوك سمعوك. شكرا 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 لك ابو حيدر. احمد من الفلوجة، حياك الله يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك يا أخوي؟ هلا بيك يا الغالي. حبيب قلبي، عندي بنتي مسجونة الحكمة 15 سنة. بنتك مسجونة صار لها 15 سنة؟ الحكمة 15 سنة. إيش قد عمرها؟ عمرها فوق 20 سنة. زين. يعني دوا 30 عمرها. نعم. الحكمة تلقعات. زوجها داعشي، والله اخذها من عندي بالقوه، وابن اخوي اخذها مني كذا من 2009، والله ما انطيها له، وراح يد واحد قلت ما امره، وبعدين جوني بالقوه وانطيتهم المره. نعم. انطيت المره، والمره جبتها يمي، وظلت يمي 6 شهور، ورجعت تجيب غراضها من نحفه ودزمورين تلحفه. نعم. وحطوا دعاوي تعايد ماخذ روسي، وهاي ماخذ مدري شنو، بالتكذيب بالتعذيب، وحطوا بلايا بروسهن، وقلنا والله بريء ما لهم شغله لا داعش ولا ما حد، بس بالقوه اخذوا من عندي وقتها محكومه 15 سنه، والله اليوم احنا واجهنا فلا املك ربع دينار، ديت لي 70,000 دينار دزيت لي. نعم. وهسه الحكم 15 سنه لا غاب ولا جاب. واحنا
نتامل من السيد الكاظمي بلكه الله انت عفو للنساء، النساء كذا يعني مره لا زامناك. اخ احمد بس اريد اسالك سؤال بلا زحمه، يعني تتوقع الكاظمي راح يطعفوا؟ هو اول ما اجى للحكم قبل سنتين قال راح انطعفوا، وصار لسنتين مشموره هاي الكلمه برف الوعود اللي ما حققها، تتوقع واحد من هذول راح يعطون عفو على الابرياء اللي موجودين بالسجون؟ حبيب قلبي هو المنطق بالدم والله مستاهل خليه، بس ما بتلطخ بالدم ليش نايم بالسجين؟ انه صارت تجاره الجماعه يعني السجين يعني كل 15 يوم انطيت ورقه ورقه ونص 150 الف هاي تجاره وما ينطلون ربع الفلوس اللي ينطيها ربع الفلوس ما ينطلون وكاسرين الجوع ومرضى الله وكيلك ويعني عندن ماتن كم واحد عدن ماتن لا ماتن كم واحد عدن وانت بس في بغداد حاطين السجين واندحك على امل الله شو يسوي فينا نعم وما تتعلي شو فيهم الناس الحكومة الحكومة الجديدة نقول بك يا الله عن النساء المرأة هي شيء المرأة سجن المرأة هي المرأة ما تسجن المرأة هل هذيك الملطخة بالدم أو لا في أحزام ناس متفجرة على أحد أو أي أحد والله إذا ابن الطفل كله لو ما يبكي على أمه يدور عندها طفل واحد ورجلها راح وانت هي دور الطلاق من عندها تتبرى من عندها لا أقدر أسوي عقد زواج لا أقدر أسوي فيه يعني إلا ما ودايق والله والمحامية والله خلونا من هالكتي للفج نعم والله محامية تقريبا من دفتر ونص أنا منطيهم وكل شيء ما سووا لي نعم والله كريم تشوف تاني ملكة الله إن شاء الله سمعك سيد الكاظمي يشد على النساء هاي خطية مقرد هاي المساجي نعم والله وانا صار لي 4 سنين نازم خير نعم أربع بيوت سجروها من الدواعش وراحوا نعم ان شاء الله يسمعوك ويردون طلبك ان شاء الله يا ربي ويجيبوا لك طلبك شكرا لك اخ احمد ابو عراق من الفلوجه حياك الله يا ابو عراق السلام عليكم اخوي استاذ عليك السلام والرحمه والاكرام اليوم اريد اوجه لك سؤال المتصل تقول له ان شاء الله يسمعوك من هم اللي يسمعوا استاذ اللي مسيطر على هذا الأمر أو اللي بإيده الأمر أو صاحب السلطة أو اللي يقدر ينفذ له أمره يعني بالمختصر المفيد اللي أبو السلطة الله يخليك احنا ما أقول لك دولة وإنما تحت ميليشيات والميليشيات ذولا ترى طرشان ما يسمعون عمي أنا ناشد الشعب العراقي عمي لا تناشدون هذول الحكومات ذولا طرشان ما يسمعون عمي دول غير مسلحين عمي كافي نضحك على انفسنا يعني شلون والله بلك الدولة تلتفت عمي ايش تلتفت علينا استاذ اسد الله يخليك وين مو ما خلوا شغله ما وصلونا اليه يعني انت رجبت من ايش ناس احنا الله يخليك الله يستر عليك يا عمي ما كافي انا من خلال منبرك اوجه مو للحكومه عمي أوجه نداء للشعب العراقي أقول له أصحى كافي إذا تأمل من ذلك فكل خير ما بيهم عمي يا الشعب أصحى يا ابن الجنوب أصحى يا ابن الأنبار ابن الغبية أصحى كافي النوم ترى ما فيكم تتأملون من عدو يعني هذا يقتلني ويسرقني وتأمل منه شيء يسوي الحال استاذ الله يخليك كل البلدان بيها هجرة واحدة إلا العراق بيها هجرتين أكو هجرة يطلع خارج العراق وأكو هجرة ثانية من محافظة لمحافظة الله يخليك عمي تجي تأملوا من ذولة عمي ما كافي عاد كافي عيب الشعب أصحى والله بكي الحكومة جاية 15 سنة سوادنا هم استاذ اسد الله يخليك والله جاي اتامل والله بلكي لون الحكومة بيجتمع وياهم الصدير والعامل يقول عمي عيب يا شعب اقعد وانا اشكرك شكرا جزيلا لك اخوي العزيز حسام من بابل حياك الله يا حسام السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والاكرام أخويا كل معاناة الناس اللي تعاني بشكل كبير في العراقنا على يد هذه الأقزام العاوية
اللي هي المتمردة اللي ما زالت تتمرد على الناس بشكل كبير. نعم. وعلى أولها ميليشيات الحشد الشعبي وميليشيات الصدر، هذا الطاغية مجرم الحرب، هذا كل هذا كل هذه المعاناه كانت بسبب هؤلاء الأنجاز. زين ولا لا؟ لا يهمهم العراق ولا يهمهم أبناء العراق دولة، بل هم يزيدهم قتلا ويزيدهم تهجيرا ويزيدهم اعتقالات. زين ولا لا؟ الملأت ما زالت ملأت السجون والمعتقلات بالمعتقلين وبدون ذنب، بدون أكثر المعتقلين بدون ذنب. وعلى أجل هؤلاء على أجل هؤلاء الطغاة المفسدين المستكبرين، وكانت بزعامة ميليشيات الصدر وميليشيات الحشد الشعبي، هذه هي الميليشيات وكل عناصرها وكل قياداتها الطاغية المفسدة المستكبرة. هؤلاء ذولا ميلهم ليس للعراق بل هم إلى دول الخارج، دول الخارج. نعم، ذولا إذا كونوا بقاهم في البلد يكونوا زيادة بقاء المعاناة بشكل كبير، عدم هناك خدمات زين في سبيل بقاء هؤلاء الطغاة وفي سبيل وبالتعاون مع الجيش الحكومي. زين ولا كلهم هم في زيادة معاناة الناس وبشكل كبير، لا خدمات يعني لا شيء، قتل المتظاهرين في كل مكان في النجف وفي بغداد وفي محافظات أخرى على أيدي نفسهم أيدي هؤلاء الأنجاز. وشكرا. شكرا لك أخ حسام. أبو علي من الناصرية، حياك الله يا أبو علي. الله يساعدك حبيبي، شلونك؟ الله يخليك ويساعدك حبيب قلبي الغالي، هلا بيك الغالي. الله يخليك، هاشم شافك، الله يخلي هاي الإذاعة والكادر بيها، الله يسلمك أخوي، والموظفين اللي بيها، يا أخواننا الموظفين اللي بيها. حبيبي أنت من جاي تسولف تقول يعني عفو، وأنت تقول على أساس الأوامر كلها ترى مسكين ترى. خلنا أعطيك معلومات أني ها، وأنت أخوي العزيز. إحنا هسه أمرنا يمي إيران، إذا قالوا دول يطلعون المساجين يطلعون. عرفت؟ كاظم رئيس وزراء ها؟ ما بيده شيء الكاظمية. أنا أبو علي أنا جاوبت على سؤال، أنا جاوبت على سؤال رجل قال لي أنت لمن تقول يسمعون؟ قلت له المفروض المسؤولين، لكن موضوع حلقتي هو المدارس. ليش مدارس العراق اليوم كرفانات؟ كرفانات سريعة الاشتعال، مدارس متنقلة، ماكو طرق للطلاب، ليش ماكو لوازم مدرسية؟ هاي معاناة الطلاب اليوم. أنا هذا موضوعي. موضوع صار نعم. موضوع المدرسة المدارس هم ما يردون، يعني الوزير هم يقولوا له نجح، حتى المايستيم نجحه. خنطيك المعلومات يعني يجي تهديد، خنطيك على التقف حكي من عندي، انا ما كذب اللي قال لي، انا رجال جاي احكي لك واقع. هم يقولوا له للوزير نجح، يفتيهم ما يفتيهم نجح، هاي وحده. يعني هاي مؤامره معروفه يا استاذ يا حبيبي، مؤامره معروفه. اعلم محكومين بيد ايران، يعني البنى التحتيه بيد ايران، كله صار. يعني انا اقول لك العراق صار جزء الطهران. يعني انا اقول لك بس اكو بعد بشر واحد تفيدنا، الشعب تاي ما يعني ما مسنود، هذول التابعين لايران مسنودين بالسلاح، طيارات المسيره، عربيت الصواريخ. اللي علمك هسه بالعراق يعني اكو سلاح، يعني حتى امريكا ما عندها مثله. يعني انا اقول لك السعد المسلاح ماكو، الطياره ها الملاقمه، يعني وين ما كانوا يضربون بيت اي واحد بيه، واكبر واحد يقتلونه. هسه مسيطره الميليشيات والشعب تاي يا اخوي. يعني انا اقول لك الشعب ما حد بحاله، يعني هذا الحكي ما يفيد، كله بيد ايران الحكي. انا اقول لك بيد السيد الخامنئي، بس وداعتك احنا نركع الى الله، ما حتى لا يقتلونا، حتى لا يسوون بينا موقعنا، احنا نبقى ويا الشيعة ويا السنة ويا الشيعة. السنة اخواننا ماخذين وياهم احنا، عرفت؟ الله وكيلك استعاني من نتنوع على دول المهجرين ماكو بالسحراء، الله وكيلك يعني نفسي ابوجن، السن اخوي عن عراقي، ان الله خالق امه واحده يا حبيبي. احنا الله والله وداعتك يا
شوف يا حبيبي يعطيني مجال، الله وكيلك يشهد هذا لي الله، الملائكة ما لا يغون عليهم، وإن شاء الله يعني أنا أقول لك الله وكيلك يعني حتى الرؤية ما كان 100% للإنسان مؤمن، والله حتى الملائكة يقولوا ما كذولة يعني أيامهم معدودة، وإن شاء الله أنه شوف أنه هزة أرضية نعم لإيران حاومت الدم السنة والشيعة، وهزة أرضية بأمريكا الشيطان الكبير أمريكا هي دمرتنا، بس إن شاء الله إن شاء الله والله العظيم حتى الرسول يعني جاني قال لي يعني يبكي النبي بالرأي يبكي، والله العظيم أخذ بالله العظيم ما كذب لك النبي بالرأي يبكي يعني لا رابع على هذا، وذول يدعون إسلام ذول المعمل مو إسلام ذول هم أعداء للدين هم أعداء الرحمة، إن الرسول ما يكتب حبيبي الرسول الله ما يكتب حبيبي الله وكيلك حتى الله يقول دول أنا ما أحبهم يعني راح ينتقم من أدم الله وكيلك راح يعني هزات الرضية إن شاء الله. أبو علي ما نريد ندخل بهذا الموضوع، شكرا شكرا جزيلا لك لدخولك في برنامج صوتكم. أبو علاء من الأنبار حياك الله. أبو فلاح من الأنبار حياك الله أبو فلاح. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك استاذ؟ شلون صحتك؟ هذا بيك يا الغالي. استاذ بالنسبة للواقع التعليمي بالعراق مثل ما تشوفون انتوا في الصور تعرضونها على هاي الطلبة، وها شنو يعني تعليقكم على هاي الصور هاي؟ والله احنا عرضناها عليكم حتى نعرف تعليقكم انتوا، البرنامج اسمه صوتكم انتوا مو صوتي اني. اعرف مفتهمك استاذ شنو تقصد. نعم انا اعلق، انا عندي تعليق، هو الواقع التعليم هي مؤامرة كاملة على التعليم، بحيث لا بناء مدارس ما يبنونها بالمدارس كتب موقع، يعني العراق كان بالسبعينات ينافس الدول الاسكندنافية بالسبعينات ثمانية ذيك الفترة تعرف انت كنا واقع التعليم متقدم على ناس الدول المتقدمة الدول الكبيرة الدول الاسكندنافية واقع نحو الأمية بلقى الصفر، كان العراق يعني متقدم ذاك الوقت. نعم هسه قاعد اشوف المؤامرة عن كل شيء عن التعليم، بحيث يخلون لا كتب لا مدارس يعني لا رحلات، وبعض المدرسين يقول لهم دبروا انفسكم شلون ما كانوا ما كتب، يعني هاي تجي بسبب المدارس الأهلية، المدارس الأهلية تابعة الجهات السياسية أدوس يعني اهملوا المدارس حكومة الضغط حتى تدفع عشان المدارس الأهلية، ومستمرين على هالمعاناة. نعم يعني فمثل ما تشوف انت يعني احنا جاي نرجع لي وراء أكثر بعض، يعني شوف الطالب حتى المدرس يخلط عليه يقول له انت زمال انت حيوانات انت مدشين، يعني هو طالب شد جلدته، هو واقع التعليم صفر، اكو دول اسمعان بها الطالب تنطيهم رواتب تنطيهم اماكن يعني كامل خدمات، يحس المدرسه ما يضوج منها يعني كل شيء يوفروا لهم، بالعراق كل شيء ماكو، يعني هسه طلعوا بنيه صف سادس علمي جايبه معدل بالدور الثالث امتحنه مأملين هالمدرسين مراقبين اكو دور ثالث، ورا ما امتحنت ماكو دور ثالث، وهي من الصدمه شلون صاير بها سكر ما ادري شنو على قناه بالسعر. نعم وياك استاذ وياي وياك اي، فاحنا ما زال حكومتنا الاحزاب وحاكم دين الشعب فما شاء الله حالات التعليم وظلم وظلم يظل مستمر وقتل ولا امان، يعني كل شيء يعني مش نحكي لك، فهي شلون تقول يعني اكثر شيء كل تقول التعليم بالعراق صفر، هي مؤامره يريدوا العراق يرجع لي ورا، كانت الشهاده العراقيه معترف بها باقي الدول هسه ما معترف بها، يعني واسفي على يعني يقول احنا حكومه ماكو، بعض المدرسين يعني يقول الطالب انت حيوان ما ادري شنو غلط، يعني هذا هم اخلاق مدرس، يعني هو لو ما طالب اي من هو استاذ من يعتبره استاذ؟ يعني اخي ابو فلاح انت تقول الشهاده العراقيه كان معترف بها، هل تعلم بعد عام 2003 العقول العراقيه التي هاجرت من العراق نتيجه الظلم اللي شافوه الاساتذه الجامعيين والعقول العراقيه أصبحت عامود الجامعات في دول الجوار وفي الدول اللي راحوا إلها وعاشوا بها في الوطن العربي؟ هل تعلم أن جامعة بغداد أنت تقول كانت تنافس الدول الإسكندنافية؟ لا أخوي العزيز، جامعة بغداد في سنة من السنوات كان تسلسلها على العالم 7، يعني هي من أفضل 10 جامعات بالعالم. نعم هي كانت ثاني اكبر جامعه من خلال بناء بالوطن العربي. نعم احنا كنا يعني هذول الاساتذه مو بس صاروا يعني اساتذه صاروا رموز لذول رسبوهم ذاك البلد، يعني اصحاب الكفاءات هاجروا مثل زهر حديد وبعض الاساتذه يعني علماء كبار يعني
جاي يشوفهم نسبهم، واكو هاي ديانة سندي عراقية تشتغل بالفضاء، حتى مو بس يعني بالعراق، من الجزائر من سوريا يعني علماء كبار يعني. نعم. فانت تشوف يعني من العراق الاساتذة ما لقوا شيء يعني يشتغلون نسبهم ديش الدول. نعم. مثل ما تشوف هي مستمرة المعاناة، واسف يا استاذ اسمح لي خلينا نكمل. اسف يا وعندي اتصالات اخرى اخوي العزيز ابو فلاح. يلا استاذ مرخصتك يعني. حبيب قلبي اشكرك. اشكرك يا الغالي. لا لا العفو اخوي العزيز. سيف من بغداد ويانا حياك الله اخوي العزيز. سيف. سيوفي تسمعني لو لا؟ انقطاع الاتصال ويا سيف. اتمنى يرجع لنا مره ثانيه حتى نسمع رايه بالموضوع. يعني اهالي قضاء القاسم اليوم محافظه بابل لما يفكرون يلمون تبرعات حتى يبنون مدارس، سمعوا قائم مقام قضاء القاسم وسام العيساوي يقول انه القضاء يحتاج 13 مدرسه حتى يسد النقص الحاصل بعدد الابنيه المدرسيه، واشار انه من عام 2012 الى عام 2021 هدموا 5 مدارس وما كملت لحد هسه ولا مدرسة من ذن المدارس بسبب تلكؤ الشركات المنفذة وتلكؤ المشاريع والفساد اللي فاقم المشكلة، وصار أكو دمج كل 3 مدارس بمدرسة واحدة. يعني الصف إذا بي 40 صار فوق 100. المهم ويقول انه ماكو خطه تنميه للمدارس العراقيه، وانه خطه تنميه الاقاليم لعام 2021 تضمنت تخصيص مدرسه واحده فقط لقضاء القاسم وما نفذوها، لانه 2021 يعني ما بقى لها كم يوم، فهل معقوله راح يبنون مدرسه ب 14 يوم؟ الصين بنت مول بثلاث ايام، اي بنت جسر بيومين، اي بس العراق ما اتوقع. ابو علي من بغداد. علي من بغداد حياك الله علاوي. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام والرحمه والكرام اخويا. احنا عقود. نعم. التنميه مال محافظه بغداد. نعم. وصار لنا تقريبا 5 سنين بدون راتب. نعم. اعطانا اجازه اجباري ما تداوم تقعد بالبيت. بس نعم. بس توصل صوتنا للمحافظ ولا اخوي هسه كل العالم دا يسمعون صوتك ودا يسمعون رايك فاكيد دا يسمعون. نعم. استاذي. اي. بس توصل صوتنا من نام النام. وصل اخوي. شكرا رحمه الله. حبيب قلبي حياك الله اخوي علي وباقي المتصلين. لما تقولوا لنا وصلونا صوتنا يعني احنا مو بامكاننا انه نتصل باحد او نوصل لكم صوتكم الى المسؤول بشكل مباشر. عمل القناه وعمل برنامج صوتكم انه يطلع صوتكم للناس، يطلع بالتلفزيونات، ينقل من مكان الى اخر قد يصل الى، بس يعني اتمنى انه تعرفون هاي القضيه. ما بدينا شيء، فقط هو وضع الحقيقة أمامكم أنه إحنا نوضح لكم الأمور تشوفون الحقيقة بشكلها الطبيعي. بعد ما فكروا الناس اليوم أنه يصرفون على الدولة العراقية ويبنون لهم مدارس بالتبرعات، كنا قبل نسمع أنه الأهالي يتبرعون بصبغ صاف، نسمع ان الاهالي يتبرعون تجديد جامع، نسمع انه الاهالي يتبرعون مثلا سياج وقع يم بيت ما عندهم الناس يلموا له تبرعات ويبنوا له سياج مادته، نسمع انه اكو تبرعات داخل المنطقه لمساعده احد، بس ما نسمع انه تبرعات حتى يبنون مدارس. هاي اول مره بتاريخ العراق، ما اتوقع اكو مدرسه بنت بالعراق بتبرعات الا في عهد حكومة الأحزاب العراقية ما بعد 2003. أحمد من بغداد ويانا حياك الله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. يعني الوضع بالعراق. نعم. هذا واحد دا يأتي يعني من راح من 2003 من راح صدام حسين العراق راح ويا كليته. نعم. إيه فالعراق ماكو
ما له حل الا يرجع صدام حسين، بعد ما يرجع. نعم. ما المدارس شو اسمه هاي كليته هسه المدارس والله هاي مال الخارج وش اسمه اللي فوق اسبوعين اركض وماكو فلوس بيد الموظفين وماكو مره صدام حسين العراق راح كليته وياه. نعم. نعم. شكرا جزيلا. شكرا يعني. شكرا لك اخوي العزيز. ابو محمد من البصره حياك الله ابو محمد. ابو حمودي انقطع الاتصال يا ابو محمد. طبعا اليوم ايضا ناشطين وكتاب عراقيين عبروا عن استغرابهم من إعادة تفعيل مذكرات العمل مع الجانب الصيني وفق يعني وفقا لمبدأ النفط مقابل الأعمار. يعني هي صورة من صور الحصار الاقتصادي، تذكرون قبل كان النفط مقابل الغذاء، صار هسه النفط مقابل الأعمار. هاي القضية ويا الجانب الصيني النفط مقابل شيء بها هواية شبهات فساد. يا ترى ليش اليوم تفعلت من جديد ويقولون عن طريق وزارة الإعمار والإسكان أنه توقيع اتفاقية مع الصين بالنفط مقابل الإعمار بناء 8000 مدرسة خلال عامين، ومحددوا موعد لبدء تنفيذ المشروع، وأن مشروع الإعمار سيكون مقابل النفط. السؤال اللي ينطرح هنا هو الميزانية العراقية ما معتمدة غير بس على النفط، ما عندنا مورد ثاني، ليش اليوم نرهنا من جديد حتى نجيب ناس من برا يبنوا لنا مدارس؟ شنو ما عندنا خلفات بالعراق، ما عندنا مقاولين بالعراق، ما عندنا عمال بالعراق، ما عندنا ناس يعرفون يبنون بالعراق، ما عندنا مهندسين يصممون، ما عندنا فلوس انه نقدر ندفع ونشتري حديد واسمنت ورمل وحصو وجام والومنيوم وبيبان خشب وما اعرف شنو، ما عندنا. ليش احنا نروح نجيب من برا ناس ونعطيهم نفطنا؟ ابو مروه من كربلاء حياك الله. شكرا جزيلا اخي، الله يحييك، تحيه لك والكادر القناه. حياك الله اخوي. كل شيء اكو بالعراق، كل شيء اكو، كوادر محترمه بالعراق من مهندسين الى اطباء الى اي تعليميه تدريسيه جامعات، كل شيء اكو. العراق بلد مو، مع احترامي الى بعض الدول الضعيفه، العراق مو بلد ضعيف. العراق كان بلد محوري بأن الدول ما يمر قرار بالمنطقة إلا يكون العراق هو سيد هذا القرار. لكن المشروع هو هيمن على العراق، هو مشروع إسقاط الدولة العراقية، ومن أهم المؤسسات مع الأسف، وأنا محن هذا الجانب كمواطن، من أهم المؤسسات هي المؤسسة التعليمية. كل المؤسسات انتهت، لكن التعليم شفة والمؤسسات الباقية شفة أخرى. هو تجهيل المجتمع، وإلا إحنا شلون نباوع اليوم المدارس الأهلية من تعشى، من رحلات إلى صبورات إلى كذا إلى معلمين إلى مدرسين، وتجي للمدارس الحكومية مهملة منتهية، يعني كادت تكفي، انتهت، هو التعليم انتهى عندنا بالعراق مع الأسف. وهذا اللي سمع بالقاسم، قضاء القاسم، هذا دليل على حب العراقيين للتدريس والتعليم. فلذلك جزاهم الله ألف خير، فلذلك راحوا إلى أن يسوون يجمعون يسوون لهم كم مدرسة أو مدرستين. لكن والله العراق ذهب لنقطة لا عودة، انتهى العراق ومع الأسف. هذا كله جزء من شعبه، شعب ظل ساكت، ظل ساكت يا أخوان. الشعب العراق السكوت إلى متى؟ السكوت إلى متى؟ لأنه الحقوق تأخذ بالقوة، الحقوق ما يجوز. بلدنا إحنا رايح للمجهول، وين رايحين إحنا؟ فعليه يا أخي أنا محبط من هالجانب، وإن الله. شكرا شكرا شكرا. بالنسبة إلى اتصالات الأخوة المشاهدين في برنامج صوتكم، كان مسك الختام اليوم ويا الأخ أبو مروة من كربلاء. شكرا جزيلا لك أبو مروة. نتحول إلى رقم الواتساب اللي دا تشوفوه أمامكم، رسائل الواتساب اللي وصلتني. السلام عليكم أخوي العزيز، أتمنى تحجون عن اللي صار اليوم 19-12
اليوم 20/19/2021 سيارات العهد الملكي ملوك وقادة العراق في زمن العهد الملكي كانت موجودة في المتحف الوطني العراقي، نقلت اليوم إلى جهة مجهولة في وضح النهار على سيارات، والموضوع هو السرقة برأي ولا شيء غيرها من قبل المسؤولين في العصابة الحاكمة بالمنطقة الخضراء. أتمنى الناس ينتبهون على هذا الأمر ونعرف وين راحن. وشخص ثاني يقول هاي سيارات، همينا رسالة ثانية، العراق كان محافظ عليها عشرات السنين واليوم أصبحت تنقل إلى جهة مجهولة، الله أعلم راح تصير بها بلد والمن تنباع. رسالة أخرى، السلام عليكم أخي العزيز، اليوم في العراق لا توجد فيه سوى سفالة ونذالة المنطقة الخضراء، عندما يريدون هم شيء يفعلون ما يريدون، وعندما يريد الشعب العراقي لا تسمع له أذان. رسالة أخرى، السلام عليكم، هذا صدق كذب، هذا حال عراقيين، واحد يقتل ويقطع الثاني مثل الوحوش، والثاني يحكي على الله، والثالث يرفع دعوة كيدية، والرابع يدفع دعوة نتيجة مخبر سري وبريء موجود بالسجون، كله بسبب إيران وأمريكا تتفرج علينا، شلون طرقاعة وقعت على العراق، ارحمنا يا ربي من هذا الضيم اللي احنا عايشين. السلام عليكم أخي الغالي وعلى قناة الحق، قناة الشعب العراقي المظلوم. أخي، عندما سألوا فرعون ما الذي فرعنك علينا أجابهم لم أجد أحدا منكم يصدني، وهذا هو حال العراق اليوم. الأشخاص الذين أتى بهم الاحتلال أغلبهم كانوا متسولين في الدول الجوار ودول أوروبا وأمريكا، فماذا يتوقع الشعب العراقي من متسول يأتي ليحكم بلد به كل هذه الخيرات فجأة؟ يا أخي، إن لم يقم الشعب العراقي بثورة تشرين أخرى كبيرة وبيد واحدة كما فعلها في تشرين عام 2019، بدلا من أن يندبوا حظوظهم وهم جالسون ويولولون مع أنفسهم، فلن تقوم للعراق قيامة إلى أبد الآبدين. وأشكركم، أخوكم أبو محمد من النرويج. السلام عليكم، إحنا عدنا مساجين، إحنا من الموصل، أبرياء كل شيء ما عدهم، واحد انحكم 15 سنة وواحد ثاني مؤبد، والله العظيم كل شيء ما عدهم، وعدنا شهود ببراءتهم وكلها شهدت انهم ما عدهم شيء لكن انحكموا. هذه واحدة من معاناة الأخوة ذوي المعتقلين اليوم بالعراق، أغلبهم ولدهم أخذوهم نتيجة تساؤل أو اشتباه أو في شيء معين يصير وياهم ما يرجع، ويتفاجئون الأهالي بعد فترة من الزمن أنه ابنهم مشمور بواحد من السجون، ويتفاجئون الأهالي بعد فترة أخرى من الزمن أنه ابنهم محكوم مؤبد أو إعدام أو محكوم 15 و20 سنة، وبعد ذلك يتفاجئون به موجود داخل السجون ويتعذب ويصير اللي يصير، وبعد فترة بعض الأهالي مو كلهم يتفاجئون بابنهم ميت نتيجة الإعدامات باستخدام السم مثلا اللي البارحة كان موضوع حلقتي. أما اليوم أنا أريد أسأل سؤال، ليش اليوم خيرات العراق مو للعراقيين؟ ليش اليوم احنا نباوع على بلدنا يصرف فلوسه يمنا ويسرى ويطي نفطه لفرنسا ويطي نفطه للصين ويطي نفطه الى دول العالم مقابل انه يجون يسوون لنا شيء، بالمقابل انه عندنا مئات الالاف من العمال والمهندسين والصناعيين والتجار والمقاولين والمصممين اللي موجودين داخل العراق اللي ينتظرون فرصه صغيره بس بقدها يعني هالقداتها حتى يبينون نفسهم للعالم ويبينون هم شنو يمتلكون. زها حديد ما طلعت، رحمه الله عليها، ما طلعت هي عايشه باوروبا مباشره، لا، درست بمدارس العراق وهي عراقيه وصممت تصميمات، آخر تصميم إلها كان أحد ملاعب قطر اللي راح يشارك كأس عالم 2022. لكن اليوم اللي موجودين بالحكم بهذا البلد مدى يعطون أي فرصة للمواطن العراقي حتى يسوي، ومثل ما شفنا بحلقة اليوم أهالي قضاء يلمون تبرعات ديبنون مدارس. أرد أسأل كل السياسيين، شنو قلتوا لنفسكم ولما تشوفون المواطن يهتم البلد أكثر وأنتوا صامين أذناتكم؟ نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم مشاهدينا الكرام بنفس الموعد باكر بإذن الله. في أمان الله.